تنضم لنا أيضا الأستاذة وسام الريس، أمين سر للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. أستاذة وسام، مساء الخير. مساء الخير أستاذة عزيزة. أهلا بحضرتك. المرأة الفلسطينية الحقيقة ليها تاريخ في النضال، والحقيقة هي بتربي الأجيال وبتربي الأطفال اللي موجودين على مدى السنوات اللي فاتت على أيديولوجية شوية مختلفة عن أي طفل تاني في العالم، ليها دور مهم ومؤثر جدا جدا. عايزة أتكلم مع حضرتك على المرأة الفلسطينية سواء في الداخل الفلسطيني أو في بلاد المهجر. أعتقد أنه في مزيد من الفعاليات أو مزيد من الخطوات التي تنوي المرأة الفلسطينية القيام بها من أجل دعم القضية الفلسطينية ودعم الأهالي في غزة. الحقيقة يعني إحنا بدنا يعني لو بدنا نقسم فعلا دور المرأة الفلسطينية ما بين المرأة الفلسطينية الموجودة على أرض الوطن والمرأة الفلسطينية اللي اضطرت تهاجر من الوطن، يعني المرأة الفلسطينية في الشتات، نعم. إحنا هنلاقي المرأة الفلسطينية في الداخل بتربي ابنها على النضال، بتربي ابنها على إن على الثبات على الأرض، إنه نموت ولا نترك أرضنا، لأنه إحنا شفنا تجربة أجدادنا وأهالينا اللي اضطروا في 48 أنهم يتركوا الأرض، وقديش عانوا من ذل اللجوء، ذل المنافي، ذل الإقامات. يعني الشعب الفلسطيني في الخارج يعاني معاناة شديدة جدا نعم. لأنه موجود على خارج أرضه. أما المرأة الفلسطينية في خارج الوطن فهي عبارة عن وطن آخر، يعني في داخل البيت كل شيء بيذكر بفلسطين، المأكل، اللهجة، ديكور البيت، التمسك بالتراث، اللبس، لبس الثوب الفلسطيني، كل ده بي 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 بيخلي الأجيال اللي برا الوطن متمسكة برضه بوطنها وحاسة بالانتماء، بحيث إنها لا تدوب في المجتمعات اللي بتبقى مضطرة إنها تقيم فيها، صحيح. يعني تنتمي إلها وتشعر يعني تشعر بالشكر والعرفان على هذا الاحتواء، ولكن أيضا هي لا تذوب في داخل هذا المجتمع، تعلم أن لها خصوصية، وتعلم أن الوطن يعني يجب أن ينتظرها، ويجب أن يكون صحيح. هناك هدف هو العودة. يمكن أنا سألت حضرتك أستاذة وسام السؤال عن تربية الطفل الفلسطيني لأني رأيت أم فلسطينية وابنها يعني لم يتجاوز عمره 6 سنوات بتقول له أنت ولدت لتكون شهيد من أجل هذه الأرض، من أجل القضية الفلسطينية، من أجل أهلك على هذه الأرض. فالحقيقة الطفل من صغره عارف أنه مسألة الشهادة بالنسبة له هي مسألة وقت. بالضبط، يعني في يعني طبعا هذا الاتجاه موجود بكثره بين الامهات، يعني كثير وصلت، يعني وصلنا قصص لحالات انه ام استشهد لها واحد واثنين وهي استمرت في الانجاب لانه يعني واهبه اولادها لفلسطين وعشان تعوض اللي استشهد. يعني هذه اراده قويه الصراحه، لا يستطيع ان يعني يتمتع بها الا ذوي الايمان المطلق بقضيه، يعني مش اي حد بيقدر انه يكون هيك. يعني طيب الاولاد الاتحاد، استاذه وسام، الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه هل في اي فعاليات ربما يتم تنظيمها او اي خطوات ميدانيه والله لدعم القضيه؟ صحيح، الاتحاد بيشارك بكل الفعاليات اللي يدعى إلها، يعني الأحزاب المصرية والقوى الوطنية كلها بهذه الأيام بتنظم فعاليات لنصرة فلسطين، يشارك بها الاتحاد، في عندنا فريق كورال عباد الشمس يشارك برضه بالأغاني الوطنية التي تعبر عن الشعب الفلسطيني وعن قضيته. كمان يساهم الاتحاد بجمع المساعدات لإرسالها إلى غزة، يعني كل ما نستطيع بإمكانياتنا البسيطة إن
ان نعمله ونحققه فاحنا بنكون سعداء. نعم. نعمل لانه هذا من اجل الوطن. ونحن معكم استاذه وسام الرئيس امين سر الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه، شكرا جزيلا لك.